وما بيرمي علينا اربع طلقات من بيت يعني بصف بيتهم رمى اربع طلقات. المهم رحنا البيت طلعنا رجال كبير قال مو اني ومو من هاي السوالف ضارب ويانا الرجال ظل يتعدى علينا يغلط علينا. المهم احنا تعاركنا ويانا ضربنا طلقات كلشنا بعيوننا قاموا طلعت مرات عيط احنا تعاطفنا وياهم عفناهم من عفنا طلعنا من الباب الثاني رمى علينا وضرب وقع الولد وهاي شوف الطلقات هاي وحده هنا وهاي بالشجره اكثر من مكان رمى به وقع واحد هنا النوب رجع رمى علينا من فوق من السطح وطلعت النوب ام هاي اللي تعيط من الباب الاول من صارت المشكله رمت علينا مسدس كلوك اربع طلقات وضربت الولد برجله والولد هم من اهل الصدريه يعرفون انا ما اعرفهم اهل الصدريه يعرفون النوب صعد بالسطح صاح قال انتم حركتوا بيتي عبالكم عقليكم عدلين ظل يرمي عام شامع العالم وقع يمكن ثلاثة لو أربعة صعدوا له ولدنا هاي بعد كان بعد الشغب ما جاي صعدوا ولدنا صعد ولد على هذا السياج صار فوقه وضربه بالمسدس وقعه من فوق نزل على اثنين بالبيكيسر ما هم جوا بعد هو هاي الحج صار بالسبعة على ربع ستة ونص اختفى الولد اي الشغب قال الشغب قال راحة ومن هاي الأمور وقال شرد واحد أهل المنطقة للعلم قال يسمعون اهل المنطقه ذا واقفين قالوا شرد وهو ببيوت مقاتل والسلاح اللي لقيناه لزمناه فوق فوق كل بيت اكو سلاح موجود لقينا بي كيسيات اثنين وكلاسينكوف اثنين انفور وحده ومسدسات اثنين ومن طبينا من قبل لا يحترق بيتهم لقينا ثلاث كراتين كريستال حبوب تكرم ثلاجه كامله هالكبرة من القاع للراس مليانه بيره وبعد لقينا هواي امور سيم كارتات تليفونات مسدس المسدس يعني بين المرامين عليه لقينا الشاجور بالغرفه والمسدس بالقاع اثنين بالقاع.